السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو العنين. أنا حابب اليوم أكلمكم عن موضوع بسيط، وإزاي اللي إحنا ننظف الدايرة بتاع التلاجة الداخلية أو المكيف الداخلي عن طريق المواد التنظيف اللي هي الفريون 11. طبعا إخواني، فريون 11 له عدة عوامل عشان نشتغل عليها، وهو والصح اللي إحنا نعمل فاكيوم للدايرة الأول. لما نعمل لها فاكيوم ونشيل من داخلها الهواء الداخلي ونبدأ نتوكل على الله، وبعد ما نفكيمها نبدأ اللي احنا ندخل لها الفريون الحداشر في قلب الدائرة ونسيبها في حدود العشرين دقيقة او عدد العشرين دقيقة. ليه بقى؟ لان الفريون الحداشر ملهوش ضغط. احنا لما نشيل منه الهواء من قلب الدائرة ونبدأ نحط الفريون الحداشر تخلل داخل الدائرة بأسرع وقت ممكن، وفي النسبة التانية اللي هو بدأ يتفاعل مع الزيوت المتراكمة اللي موجودة على الجدار الداخلي بتاع المواسير أو بتاع البايب بتاع التلاجة أو بتاع المكيف. وبعدين بعد ربع ساعة أو تلت ساعة بنبدأ نفتح ونبدأ نعمل عليه ضغط نيتروجين، أو مفيش نيتروجين بنبدأ نعمل عليه ضغط تاني بفريون 22، مفيش فريون 22 بنبدأ نعمل عليه ضغط. المهم نبعد عن الضغط بالهواء بأي شكل ممكن. ودي كان بس تنبيه بسيط ازاي نستخدم فريون 11 في التنظيف. لازم يا جماعة نعمل حاجة اسمها فاكيوم الاول للفريزر او للوحدة الداخلية او الوحدة الخارجية، ونفضيها من الهواء، او بعدين ندخل فيها الفريون 11 ونسيبه فيها في حدود العشرين دقيقة او ربع ساعة، بحيث يفضل متواجد في قلب الثلاجة او في قلب المكان ده، ويبدأ يتعامل ويتفاعل مع الزيوت المتواجدة فين؟ في الجدار الداخلي الماسورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم رضا ابو العنين من جروب مختصون في التبريد المنزلي.